الحمد لله حققنا الفوز، حققنا المبتغى اللي هو التأهل. كنشكر جماهير الودادية اللي حجاج في قطرة وجامي كتبخل علينا لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. الحمد لله تحقق لنا المبتغى وتأهلنا، وكنهديو هاد الجماهير وتنهديو هاد الفوز للجماهير الودادية عامة. طبعا حنا كنلعبوا على جميع الواجهات، ان شاء الله غادي نحققوا المبتغى ديال الفريق الوداد الرياضي، ديال جمهور الوداد الرياضي، اللي هو اننا ندوا اللقب ونهديو الجمهور. اشرف، اخر سؤال، اخر سؤال بصراحه، ديك اللقطه الاخيره باش حسيتو انت تهزيتي في ديك لا ديتونت مع هذاك المهاجم ديال الوداد والحكم شلفا؟ كيف مشوا ديك اللقطه، حنا صراحه حسينا بواحد واحد الطريقه اللي غريبه. الحمد لله ما تاثاش ديك ضربه جزاء، والحمد لله ما كان فيها والو، والحمد لله حققنا الانتصار، حققنا اننا نفرحوا الجماهير الوداديه.